انطلقت بمحافظة سوهاج فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات. وقال الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إن المديرية عدت 2561 فريقا من بينها 2141 فريق متحرك يجوبون الميادين والمنازل، وذلك بالإضافة إلى 420 فريقا ثابتا بالوحدات الصحية. هذا وتستهدف الحملة ما يقرب من 909682 طفلا، سواء من أبناء المحافظة أو الوافدين عليها. هذا وتستمر الحملة حتى 14 من ديسمبر الجاري. تم اعداد اكثر من 2561 فريق، الفرق ديت في فرق متحركه، الفرق المتحركه ديت يتراوح عددها من 2200 فريق، في فرق ثابته 420 فريق، عندنا اشراف لصيق بيبقى موجود مع الفرق لتسجيل العقبات وامداد المستلزمات عند الاحتياج الى 650 فريق، مشرف اداره ومشرف المديريه كلهم لخدمه اهالينا بسوهاج والاطفال للتطعيم من عمر يوم الى 5 سنوات. تطعيم كل الأطفال المصريين وغير المصريين اللي بيبقوا مقيمين في نطاقنا الجغرافي، المستهدف المتوقع عندنا 120193 طفل، ده المتوقع تحقيقه. احنا بنتحرك باستمرار ومن بيت لبيت، العمارة كلها شقة بنخبط عليها، مفيش أي موانع نهائيا للتطعيم خالص. كل الأطفال طالما أقل من 5 سنين بيطعم، احنا بنتحرك لهم في أماكنهم، سواء حضانات سواء أي تجمعات ليهم سواء شققهم، واللي بيشرفنا في مكاتبنا احنا مستعدين في أي وقت.